السؤال التالي يقول السائل: أنا بشتغل روفينج وبعض العملاء ليس عندهم مال كافي للدفع، فكنت بفكر أجيب لهم شركة تعمل لهم لون قرض على 12 شهر بدون فائدة، الفائدة بتصير بعد 12 شهر إذا لم يدفعوا، يعني في فترة سماح 12 شهر إذا دفعوا في خلالها لن تطبق عليهم الفوائد الربوية، هل يحل لي ذلك؟ الجواب عن هذا أنه على الرغم من أنه لا يجوز الدخول في العقود إذا تضمنت شروطا فاسدة، وشرط الالتزام بالربا عند التأخر عن الوفاء في الميقات من الشروط الفاسدة، لكن يرخص في استخدام فترة السماح البنكي عند الحاجة لمن آنس في نفسه القدرة على الوفاء في الأجل المضروب قبل أن تطبق عليه الفوائد الربوية وكان عازما على ذلك. هذا المعنى موجود في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول الكريدت كارد، حول بطاقات الائتمان. القرار يقول: الأصل في هذه البطاقات أنها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء، لكن يرخص في استخراج هذه البطاقات إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير. مع ملاحظة: لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إلا عند الضرورات، لأن الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الأولى ولا سبيل إلى الفكاك منه. فتطبيق هذا: إذا غلب على ظنك أن من سيتعامل بهذه البطاقات سيقف عند هذه الحدود فلا حرج، أما إن كان ممن يستحلون الربا ولا يبالون فخير لك أن تسوق السلعة أو الخدمة المشروعة فحسب، وأن تجتنب أنت ملف التمويل، دعه يتولى كبره ويبوء بإثمه، وكل نفس بما كسبت رهينة، والله تعالى أعلى وأعلم.